مخطوبين مخطوبين مزوجين الموعد اللي بيسألوا مرتي. مساء الخير وتحية لكل مشاهدي الام تي في وين ما كنتوا عم بتابعونا بحلقة جديدة بنسألوا. طبعا أربع مشتركين جداد رح يتحدوا بعضهم رح يتنافسوا والألعاب رح تكشف مدى معرفة الشباب للصبايا والعكس بالعكس. أما بالنهاية سيارة رح بتكون من نصيب ثنائي واحد. متعرف مع بعض على مشاركي حلقة الليلة بحماس جمب. طبعا مشاهدينا مثل ما شفتوا عم نسلم سيارات الفائزين بيسالوا مرتي عقبال كمان ما نسلم احد الفائزين معنا اليوم بحلقتنا وبالحلقات الجايه. اما هلا صار وقت نتعرف على اول ثنائي معنا بالحلقه الي وربا. اهلا وسهلا فيكم. صار لكم سنه ونص مزواجين. سنه ونص مزواجين عرسان جديد. كيف بلشت القصه؟ بالضيعه. فكنت أولتها شرط آخرتها ضيعة وطلعت فيها عند قرايبينا. هيدي الفيرسيون تبع إلي. أما الفيرسيون تبع ربا شرطت إذا بقدر أحكي مع إلي إيه ولا لا. وكسرت الشرط وصار لك سنة ونص أنتوا وياه مزوجين. وعندكم بنوت كمان الله يخلي لكم إياها يا رب. وإن شاء الله يا رب تكون كل أيامكم حلوة وكلها فرح. موافقين بحلقة ليلى؟ أما الثنائي الثاني معنا فبيير وستيفاني. سنتين ونص زواج. القصة بلشت يا بيير شو؟ بدق ورق. صح حميانة. بعرف كوزانا عم نلعب ورق على اساس نحن اربعه. ايه شرفت مدام. مدام ما في رابع اضطرينا نلعب معه وهي ما بتعرف بس خلص جذبك له. الحمد لله سنتين ونص مزوجين كمان بعد ما لعبت معي ورق. موافقين اكيد بحلقه الليله. اما ثنائي الثالث باتريك وجريس. بس انا بدي اعطي عنوان هن خاطبين بس هي بتقول القصه هيك انه بليز 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 بحبك بليز 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 حبني. يا عيني عليك هي. شو القصه؟ بليز عيديها. بس انه قلت 8 سنين انا وباتريك ان ريليشن شيب. بس قبلها كان لي 4 سنين بحبه لحالي. لحالي يا عيني عليك. لك شو انبسط بليز ويلا بس انه الخاتم صار بايدي. لا خطبنا؟ ايه بس بكتر لما يصير بايدك الثانيه تكوني تجوزتي وربطتيه على الاخر. ان شاء الله يا رب اكيد بتكونوا موفقين بحلقتنا وتكونوا فائزين. اما الثنائي الاخير وليس اخرا الي وباسكال. ايه حماس الي وباسكال. حماس حماس حماس. علاقتكم كانت كلها حماس من البدايه. ايه فيها كثير سسبنس. يلا خبرني كيف بلشت. بقول كيف. يلا اول شيء بتعرف انت نظرات بتبلش نظرات فابتسامه ما بتعطيك وجه بالاول بتتساءل عليك بتبرم بتصير انت بتتساءل عليها وهي ما بتعطيك وجه. هول كلهم عشتهم؟ اكيد. بس فجاه بتتساءل عليها على الفيسبوك كرمال شو؟ شعراتها. والله مش هين. باسكال انه اعمل لك كومنت على شعراتك نيجاتيف ولا ايجابي ولا سلبي؟ لا بوزيتيف بالعكس غزل فيهم وهيك وبدي اتشكر الحلاق اللي فتح لي اياها يعني. بس كان على فكره قد ما شفت البوزيتيف انه غريبه انه بوزيتيف. من بعدها سمعت شيء بوزيتيف ولا لا؟ كله بوزيتيف يا رب. ان شاء الله العمر كله بتكونوا اكيد مليء بالايجابيه. أربعتكم موجودين معنا صراحة يعني في سيارة كان بودي يكون في أربعة سيارة واحدة بس من نصيب مين رح بتكون؟ عن جايبتي. فيكم تحكوا مع بعض لنشوف إذا رح بتكونوا منسجمين بالحلقة. تفضلوا شاوروا بعض وهيك نصحوا بعض قبل ما نعزلكم. مشاهدينا نوعدكم بحلقة بألعاب جديدة رح بتشوفوا المشتركين بأربع مراحل لحتى نوصل للمرحلة الأخيرة ونعرف مين رح يربح السيارة. حكيوا كثير صار وقت إنه نفصلهم. أوكي مش الحال لعندي لو سمحتوا. طلع خلص اتفقتوا بوسة حدا بس ثاني ما شفت. لا تكرم عينك. اوكي انهم المزوجين ما شفت حدا مثلا بيس او مثلا ايه قلت لك خليهم للبيت. بتخليهم للبيت. طيب هلا شباب كل واحد بده يروح يوقف وين ورا مين؟ ورا مرته حبيبه قلبه خطيبته. تمام 3 2 1 كل واحد ورا حبيبه قلبه بسرعه. يلا يلا رن 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 رن. ايه الغرفه المعزوله انا هون يعني. ايه اكيد. لا ما ضيع اوعى. هيدي الغرفه المعزوله مثل ما بتعرفوها مشاهدينا وبتعرفوها انتم فيكم تحكوا اللي بدكم اياه بس انا اللي عم بسمع. كل واحد ورا حيد قلبه نقض عليهم. ايه بدك من الاول. صبايا واو 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 صبايا انتم معي على المسرح باول تحدي على 1000 نقطه. الشباب عزلناه هون. المزوجين حاسسهم هيك عطلانين شوي هم يعني مثل مثلا روبا وستيفاني اشتقتوا لهم شوي. ايه هاي لا اكيد محلكم تشتاقوا له لانه هلا رح تلعبوا معهم. التحدي الاول برجع بقول لكم على 1000 نقطه والبدايه رح بتكون من عندي كروبا. المفتاح معي. ها ما بعرف برقبه مين رح بيكون بعد لحظات. روبا بالتحدي الاول عليك تراهني على الي من اصل 20 محاوله.
رح بيكون في قدامه 20 قنينة قزاز وعلبة كبريت و20 بيضة مسلوقة. كم بيضة بيقدر يدخل بواسطة الكبريت بالقنينة؟ هي هينة جدا بس عندك 20 محاولة والوقت حوالي لدقيقتين ماكسيموم. 10 10 من اصل 20. واو شو بدي فوت؟ بيضة بالقنينة؟ بدك تحط 10 بيضات وين بدي احطهم؟ بهني تقزاز 10 ستيفاني 11 11 11. بس برجع بذكركم بهيدي الجولة ما فيكم بالجولة الثانية تنزلوا شباب، بدك تحط الكبريتة مضبوط بقلب القنينة لتنزل البيضة. لا يا خيي من كبريتة مش والعة، بدك تولعها على الكبريتة. لا كيف بدك تفوتها؟ بلا ما هي بتدوب شيء هيك شايفها مرة ما بعرف. جريس 6 6. باسكال 8 8. هيدي كانت الجولة الأولى من الرهانات. برجع عرضة من عندك يا روبا، كنت 10 بتحب تزيد ل 12. ستيفاني بتطلع ل 12. جريس انجا 6 بتضلك على 6. باسكال بتضلك على 8. شو عاد تفرق معك الا اذا تطلع على 12؟ لا لا خلص بضلك على 8. بنعد مع الجمهور 5 4 3. حدا بغير رايه؟ حدا بزيد؟ شكرا، ثبتنا الرهانات والبدايه بتكون مع باتريك وجريس. اصحاب ادنى رهان 6 بيضات. تفضل لعند يا باتريك. يلا يلا باتريك يلا 6 بيضات 6 تك تك فوتهم 6 تك تك تك. الجولة الأولى بالتحدي الأول بتبدأ مع أصحاب أدنى رهان باتريك وجريس. 6 بيضات بدقيقتين يا باتريك عم تضحك. قليل يمكن ما بعرف. لا ليك مش قليل، هلا بدك أنت تحط الكبريتة مثل ما بتعرف، وبعتقد المشاهدين صاروا بيعرفوها كتار بيسألوا إنه شو هاللعبة كيف بتصير. فيكم تجربوها أكيد ببيتكم، هي عملية يعني إذا بدكم علمية، مجرد ما أنت تحط الكبريتة هون بتقطع عنا الأكسجين، بيصير في عندك فراغ تقشط البيضة. كيف؟ صاير والله شين. ليه بس لازم احط الروب الابيض؟ انا مش حدا علمني اياها، انا عم بتفلسف يعني، انا تعلمتها صراحه. هيك انا هلا تعلم هلا بقى اتعلمها. ليفر تو ليت، معك دقيقتين. بدي 6 بيضات. جريس دعمك اساسي، جاهز؟ 3 2 1 جو. يلا اوكي. اي هاف نو ايديا اوكي سكر يلا. Oh my god. عم عملها بسرعة. فينا انا اساعده؟ لا ما تساعديه معنويا. معنويا. ايه يلا حياتي يلا بيبي. لا طفيت. نزل طفيت بيبي. شوف لا 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 لما تنقذي انظبطت انظبطت. ايه يلا. مثل اول وحدة. برافو اشعر. اوكي ابيرنتلي كان بدك لازم احط لك 20 وحدة. حبيبتي كيف بدي احط 20 وحدة؟ ما ببلش بعد ما اخذ بيضة. بعد عنده تقريبا دقيقة و20 ثانية. برافو 2. ايه ما تنكرهم، برافو عليك. الحلو بباتريك دغري بيتعلم، يعني ماشي لقطة تكنيك طريقة سريعة. ايه كثير قوي ما شاء الله عليك. كمل هيك اخذتني شو ازاي بطلت العبها قبل بس. لا يلا يلا عم بتفوت ايه ايوه الرابعة. يلا يا بيضة لا صارت الرابعة. يلا يلا بدنا بيضتين بعد. لا طفت. بعد عندك 50 ثانية. لا بتزبط ان شاء الله بتزبط. بس ايه سكرها مضبوط علي عرفتي؟ اوه يا حرام صاروا 5 صاروا 5. بعد بدنا وحده. يلا يا سادس سادس بيضه عم تفوت. اولي بيضه السادسه كملت خلص. برافو عليك رائعه جريس وباتريك. وصلوا الى جانب السياره. اما الجوله الثانيه رح بتكون مع باسكال والي و 8 بيضات. يلا يلا باسكال يلا الي يلا 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 يلا, يلا. هيك اوكي انسى هاي. بدنا 8 بيضات. بدنا ال 1000 نقطة. بدنا 8 بيضات. قدر باتريك يفوت 6. منا ابدا صعبة. جاهز؟ يلا بيبي يلا يو كان دو ات. بلش من هيديك يو كان دو ات. ليك بس كان بحماس. قدام معي وقت بقى. معك دقيقتين. 3 2 1 جو. يلا توب كاونتر بلشت. وقت نقاش باتريك كثير نقاش. وات؟ ايه تنتبه انت عم تسكرها تقطع الاوكسجين من هون. ايه بيب حطها بال
بالطول عرفت كيف؟ ايه 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 طفت هيدي اتس فاين ايه فيك تشيلها ترجع تحط وحده برافو هيدي البيضة عم بتفوت يلا الله انت كفي ما تلتهي علقت يلا يلا عم ترجع تنزل يلا نزلت يلا 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 ما تخافي قاطعة قاطعة يلا يلا بسلاسة عم وحدة اثنين ثاني دغري ثانية كانت كثير سريعة يلا ثانية بالذات التكنيك مثل الثانية ثالثة والله ثلاثة من أصل ثلاثة فظيع ثلاثة يلا 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 رابعة عم بتفوت يلا واحد اثنين ثلاثة أربعة بدي بعد منك أربعة هيني ولو هيني بس بعد معك دقيقة يعني ما قطع نص الوقت هيني إذا بتركز وأحلى شيء اليوم حاسس إنه في هالطاقة الإيجابية وهالقد محمسين وجايين يلا الخامسة عم بتفوت فاتت بعد بدي اثنين لا بدي إيه بدي اثنين أنت ثمانية لا بدي ثلاثة إذا بدك اثنين قطع يلا واحدة بالزيت واحدة بالنائم شرفك يلا 40 ثانية بعد شيء طب أنا شو بعمل إذا هي ما عم تقولها؟ بلا بلا ركز يلا 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 إلي يلا إلي يلا خمسة إلي. بعدهم يلا يا إلي يلا يا إلي كنت عم تفوت عم تفوت بطق بطق إلي كان ماشي سريع مثل الفرنين ما أدري شو صار له 25 ثانية يلا يا إلي ليش شو صار لهم هالبيضات؟ ما بعرف هو لسه هو لسه هاي فايدة 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 ستة ستة سبعة سبعة بدي وحدة بدي وحدة بدي وحدة معك ثواني عم تفوت أما الجولة الثانية بتكون مع إلي وربا وعشر بيضات يلا إلي يلا ربا جولة ثانية من التحدي الأول مع ربا وإلي رهنت عليه فوت عشر بيضات صح جاهز يا إلي؟ الله راد أوكي الله راد معك دقيقتين 3 2 1 جو يلا اوكي 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 فظيع يلا هلا الي طلع الكبريتات لبرا لحتى يسهل العمليه فيها وجهه نظر هي عمليه وقت ودقه الى حد ما برافو يا الي ليه بترج هيك البيضه هلا صار اول وحده لك 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 تك 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 اثنين ترلك تك ترلك يلا فوتي ثالثه ليك 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 ايه ليك شليتك شو عم تستوي ثلاثة أربعة يلا فظيع بدقيقة وعشرين ثانية رهيب بعد ثلاثة أربعة شو شكله المنافسة كثير قوية بيناتكم ها غيرة غيرة ايه ولعانة الخامسة عم بتفوت والسادسة معها ليكوا ليكوا مع بعض يلا ايوه ستة بعد بدي أربعة شو هيدا انفجار 1 2 3 4 7 7 ضحكت عليك يا باتريك شو صار فيي أكلت الضرب ها 8 1 2 3 4 5 6 7 8 بعد في اثنين بس أسرع. انا مش انه مبسوط اسرع مش معقول أسرع. اليوم جايين في اصرار في هال باور الحلوه رهيبين بعد 9 بعد في عنا بدنا وحده بس خلص ليك ليك نزلت هاي عشرة برافو فضل إلى جانب السيارة أما الجولة الأخيرة مع ستيفاني وبيير 11 بيضة يلا ستيفاني يلا بيير ستيفاني وبيير أنتوا أصحاب أعلى رهان بالتحدي الأول والنهاية رح بتكون معكم يا بتكون الألف نقطة لكم أو بتكون من نصيب ربا وإلي ما حدا بيعرف معك دقيقتين كم بيضة 11 بيضة اللي بدك كيفك تعمله 3 2 1 جو هلا يلا يا بيير اهو 2 2 اوكي اوه قوي بده زعبي على هالخبريه بايتين بايتين برافو هلا المهم عملية التسكير تكون مضبوطة أول وحدة حتى نزلت الثانية وراها دغري اثنين يلا يلا يا رب عم نحكي على ثالثة نزلت برافو الرابعة بعد معك دقيقة وعشرين ثانية برافو مش مشكل نفس الوقت 1 2 3 4 خمسة ستة بعد معك دقيقة وعشر ثواني
واحد اثنين ثلاثة ستة. اوكي. سبعة ثمانية، برافو. ثمان بيضات صاروا، بعد بدي أربعة. 9 10 بدي وحده بس. يلا 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 يا بيضه ال1000 نقطه. انت يا بيضه بتعطيه 1000 نقطه. هيدي البيضه يلا يلا فيك تحكي. بيير مبروك لك اول 1000 نقطه. اما التحدي الثاني بعد البريك، كمان الصبايا راح براهنوا على الشباب، وفعلا الله يستر تابعونا.